السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع أم تسنيم. النهاردة كده يا جماعة كنا عاملين جولة، يعني كده رحنا اتفسحنا، حبينا نصور لكم يعني ايه الحاجات اللي احنا ايه شفناها. طبعا كل سنة وانتم طيبين، يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق. طبعا احنا كنا في كارفور كده، كنا بنصور بس الحاجات اللي هي بتاعت مظاهر الاحتفال بتاعت 2021. صورت لكم كده حبة حاجات من جوه، يعني يا رب تعجبكم. انا طبعا كان في صوت في الفيديو بس انا قطعته عشان كان في اغاني وكده. دي بقى اللعب بتاعت اللونه دي اللي هي بتتعلق على الشجره. بصوا يا جماعه، بصوا ميداليات كده، بصوا كل دي ميداليات بتتعلق على الشجره اللي المفروض يعني هما بيجيبوها ويزينوها وكده. يلا كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله باذن الله 2021 تبقى سنه سعيده علينا وعليكم. بصوا يا جماعه، الشجره دي يا جماعه في منها بألف جنيه وفي منها بألف ونص كده. يعني كان في ناس بياخدوا الحاجات اللي هي الصغيرة كده. طبعا احنا مش بنحتفل بمعنى احتفال، برضو احنا ايه زي مثلا ايه يا جماعة ايه الواحد بيودع السنة اللي فاتت دي عشان اللي حصل فيها كتير. فايه الواحد كان حابب ان هو يصور لكم مظاهر كده تفرحكم على بداية السنة الجديدة ان شاء الله. دي حاجات برضو بصوا عاملة زي الميداليات كده، الأطفال بتفرح بها قوي. بصوا كانوا عاملين مكان كده يا جماعة حاطين فيه الحاجات دي كلها، كانت بتخش تتصوري فيها عادي. يعني دي تسنيم قالت لي أنا هتصور مع بابا نويل. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. دي برضو الحاجات اللي هي بتتحط تتزين، يعني لو واحد مثلا لو عايزين تعملوا تورته وكده وتحطوا الحاجات دي وتعملوا زي شكل كده في الشقة قبل السنة الجديدة ان شاء الله بإذن الله تبقى سنة سعيدة علينا وعلى الناس كلها. عشان بس 2020 دي الواحد تعب منها والله. دي بقى يا جماعه بصوا برضو دي الحاجات اللي هي بتتعلق في الشجره، الميداليات واللي تحت ده اللي هو عامل الزينه اللي هو بتتعلق دي زي حاجات كده بتتحط برضو زينه. كل دي ميداليات بتتعلق برضو. في ناس يا جماعه بتحب تحتفل بالمناسبه دي، يعني طبعا كل الناس السنه دي يا جماعه اللي بيحتفل واللي ما بيحتفلش هيحتفل ان 2020 خلصت بسبب اللي حصل فيها. قلت كده اجيب لكم الفيديو ده وافرحكم معايا كده زي ما انا فرحت كده، عشان ايه تبقى الناس عندها طاقة إيجابية كده إن شاء الله بإذن الله على السنة الجديدة تبقى كل الناس عندها طاقة إيجابية مش سلبية. ما تنسوش يا جماعة لو الفيديو عجبكو اشتركوا في القناة وسيبوا لي تعليق كويس واعملوا لنا لايك. ده يا جماعة برضو الزينة دي ألوان كده منها كانت رخيصة، مش عارفة بعشرة جنيه ولا بسبعة جنيه. الأطفال يا جماعة هي اللي بتحب الحاجات دي، تبقى عايزة تجيب من الحاجات دي. اهي كل حاجة عليها بابا نويل والسنة الجديدة وعشرين واحد وعشرين. دي برضو زي زهريات كده بتتحط، طبعا كل واحد وذوقه بقى.
صراحة حاجات جميلة جميلة قوي. احنا جبنا لنا كام ميداليه وبابا نويل والحاجات دي، حاجات صغيرة كده، ميداليات للعيال بس، مش عشان يفرحوا يعني. ده بابا نويل ركب عجلة. أسعار طبعا هناك يعني خيالية زي ما بيقولوا، الحاجات دي غالية قوي هناك، بس طبعا احنا اشترينا حاجات كده أسعارها كويسة يعني. حاجات جميلة، شكلها شيك جدا يعني. اعذروني شوية يا جماعة بس عشان صوتي تعبان، والله عندي برد. الحاجات دي بقى اللي بتتلزق على الحيطة، ممكن تجيبها وتلزقها في أوضة الأطفال كده يعني، بس برضو غالية يعني، 59 جنيه. دي بقى ميدالية عبارة عن وش بابا نويل بس. أيوة أنا اهي ب24. كل دي بقى ميداليات، ودي توك للأطفال بس فيها زي لونط كده صغيرة بتنور. احنا بقى قعدنا نتصور هناك بالحاجات دي. دي حاجات برضو بتلزق في الحيطة كده. كل الحاجات دي للزينة برضو. ده الشراب اللي هو بيتلبس في الرجل ده بس بيلمع يعني، بس ده كبير مش هيتلبس، ده منظر. وعنده مطقم اللي هي بتاعت بابا نويل صغيرة للأطفال اهي. انا كده خلاص خلصت الفيديو، رب الفيديو عجبكم، لو عجبكم متنسوش اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.